السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا العيد بالصحة والسلامة إن شاء الله، ومبروك عواشركم دائما الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بغيت نشارك معكم هذا لابيسين، صراحة زوين ومنتجع كبير، يعني فيه ماشي غير لابيسين، فيه البلايص هكا العائلة اللي بغاو يدلو فيه، يعني فيه مطعم، فيه يعني كاين اسباس زوين. ها نتوما كيف ما تشوفوا رجاء هاد البلاصة هنايا، راه كاين جهة طريق أوريكا، هنا طريق أوريكا تتوصلوا لتنين أوريكا، تما كاين في هاديك البلاصة سميتو مسبح تيميل لأغمد، معروفة السمية ديالو، راه نعتوكم ليها ملي توصلوا تنين أوريكا. والتمن ديال الثمن ديال الدخل يعني بالنسبة للكبار 50 درهم، والدراري الصغار 30 درهم. هذا هو اللي كاين، وخليكم تشوفوا لابيسين هانتوما، وراه كبير تبارك الله، يعني راه ماشي صغير، كبير، فيه القياس ديال الصغار، فيه الكبار، فيه المتوسط، يعني كاين الغارق، كاين الميان 3 متر، يعني اكثر غرق فيه، كاين 2 متر، كاين اقل من 2 متر. وخليكم مع هذا الفيديو، وما تنساونيش باللي لايك، ولا عجبكم الفيديو بارطاجوه مع اللي عزيز عليكم، وشكرا لكم بزاف، ومرحبا بالناس الجداد اللي جاوا عندي، مرحبا ألف مرحبا، نتمنى نعجبكم ان شاء الله. يلا ما نكثرش عليكم الهضره، تهلاو في راسكم، خليكم ما تمشيو فين، كملوا معايا الفيديو.